اهلا وسهلا فيكم في برنامج اكلات ريفيه. مشاهدينا اليوم رح نتعرف على نبته جديده، نبته التراكون الانجليزي تراجونيان. طبعا هاي النبته بتحتوي على فوائد متعدده صحيه وفي مستلزمات كثيره، وتستخدم في اكلات متنوعه ومشروبات متنوعه. طبعا نحكي موجز بسيط عنها، هي نبتة متعارف عليها بتحتوي على مجموعة غذائية متكاملة، بتحتوي على فوائد كثير، يعني بتستخدم لفواتح شهية، تستخدم في علاج الكثير من الأمراض، أيضا كذلك الأمر مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات. اليوم نحن في برنامجنا راح نحضر هاي النبتة في ثلاث أصناف، راح ندخلها في عصير الليمون، راح ندخلها كيف تستخدم مع الشاي حتى نحصل على الفوائد الصحية، وأيضا راح نجهزها مع وجبة أكل من خلال صلصة التراكون. خلينا نتعرف على المقادير حتى نبدأ في ترتيبنا. طبعا هاي نبتة التراكون الأخضر، يعني متوفرة باستمرار، بإمكاننا نحصل فيها بأي وقت من الأسواق. تمام، هلأ بالخطوة الأولى راح ناخد هاي النبتة ونحضرها مع عصير الليمون. بالخطوة الأولى بس إنه بدنا نتأكد من إنه نظفناها 100%، تخلصنا من الأغصان اليابسة، وتخلصنا أيضا إذا في عنا شوائب. عندنا هنا عصير الليمون طبعا حضرناه مسبقا، طبعا وصفتنا لليوم سهلة كتير وبإمكان أي شخص يعني، لكن إحنا بننوه لموضوع إنه يعني هاي نبتة يعني غنية جداً بالفوائد، ويعني حتى نعرفكم عليها أكثر والكل يصير يستخدمها لأنه فيها فوائد كتير مميزة. صار لنا عصير الليمون مع نبتة التراكون جاهز، طبعا راح نقدمها بشكل حلو كتير مميز. راح ناخذ الجزء المتبقي ايضا.
هيك بنكون احنا حضرنا عصير الليمون. طبعا طحنا هنا مع نبتة الطرخون عصير الليمون، هنا بامكانكم تقدموه. طبعا اذا ما بتحبوا انكم تطحنوها يعني بالبلندر بامكانكم تقدموها مثل ما هي، وهيك بصير لنا جاهز عصير الليمون من نبتة الطرخون. طبقنا الثاني لليوم راح نتعرف على طريقة تحضير الشاي باستخدام نبتة الطرخون. طبعا احنا كما متعارف عليه يعني كلنا بنتناول الشاي باستخدام الميرمية وباستخدام النعناع، نحن اليوم راح نحضر الشاي بطريقة مختلفة جدا وبطريقة صحية جدا باستخدام نبتة الطرخون الأخضر. طبعا راح نعمل شاي مثل ما بنعمله بالبيوت، شاي طبيعي، المي السخنة، الشاي، السكر، راح نضيف له بس نبتة الطرخون الأخضر حتى نكسبه نكهة جديدة وفائدة جديدة. طبعا مقاديرنا بسيطة يعني وكلها بمتناول الأيدي. بالبيوت طبعا راح نستخدم الشاي، راح يكون في عنا يعني بريك مخصوص لسكب الشاي. نتعرف على طريقة تحضير الشاي بنبتة الطرخون، يعني طريقة بسيطة جدا لكن مميزة وبتحتوي على نكهة كتير مميزة. الخطوة الأولى بدنا نحضر المي السخنة. هاي اللحظات احنا بنكون بنحضر في الشاي. طبعا اشي طبيعي انه نرجع كمان مرة نتأكد من انه تكون في عنا اشياء ممكن تكون عالقة بالنبتة، وبناخدها مثل ما هي. كمان فيكم بإمكانكم تضيفوا شرحة ليمون يعني مع الشاي، ممكن تعطي إضافة مميزة أيضا لمشروب الشاي. طبعا نبتة الطرخون بس نحكي يعني موجز بسيط عنها. طبعا هي نبتة بتستخدم بشكل أساسي في تحضير صلصات الطعام، تقدم مع الوجبات اللي تستخدم فواتح للشهية. طبعا النبتة هاي بتحتوي على مجموعة متكاملة من الكالسيوم والفيتامينات، طبعا تستخدم في علاج الكثير من الامراض، مضاد للفيروسات وايضا لامور البكتيريا والاشياء هاي. فيكم تبحثوا عنها من خلال الانترنت بالعربي طرخون، بالانجليزي طرقون. نبتة مميزة جدا ونحن بنوصي يعني انها تكون متوفرة يعني بشكل مستمر في البيوت. بإمكانكم تستخدموها فريش أخضر وأيضا متوفرة بالأسواق، بتكون ناشفة في محلات العطارة متوفرة بشكل مستمر.
وجبة كتير مميزة، بإمكانكم تستخدموها في تحضير وجبات السمك، بإمكانكم تستخدموها في تحضير وجبات الدجاج، ستيك دجاج، إدخالها في تحضير صواني دجاج بالخضار. أيضا بإمكانكم تعملوا منها صلصات مميزة زي ما ذكرنا، من خلال صلصة الكريمة مع التومة للسمك والتحضيرات زي هيك، كتير مميزة النبتة بتساعدكم كتير. طبعا هيك صارت معنا المي السخنة جاهزة. هيك عندنا الشاي جاهز باستخدام نبتة الطرخون، طبعا بيحتوي على نكهة كتير مميزة، وبنحتوي أيضا من خلال الشاي على فوائد صحية كتير مميزة. صحتين وعافية. طبعاً وصفتنا الثالثة لليوم باستخدام نبتة الطرخون أيضاً، راح نحضر فيليه سمك. طبعاً فيليه سمك بإمكاننا نحصل عليه من الأسواق، متوفر بشكل واسع. طبعاً فيليه السمك اللي منزوع العظم والشوك اللي موجود فيه، راح نحضر مع بعض هلأ ونتعرف على المقادير. راح نحضر سمك الفيليه مثل ما نحن شايفين بالصورة. طبعا سمك فيليه هنا احنا بنكون جهزناه مسبقا ونظفناه من العظم. ايضا انتم بامكانكم تشتروه يعني من السوق فيليه سمك جاهز، تمام، باي فيليه بامكانكم تستخدمه، ممكن سلمون، ممكن تستخدموا المشط، اي شيء بدكم اياه فيليه. هلا احنا هون بالوصفه هاي رح نحضر السمك. طبعا نتعرف على المقادير بشكل اساسي. رح نحضر الصلصه اللي هي من خلال النبته تاعتنا اليوم الطرخون، لكن رح نتعرف بالخطوه الاولى على طريقه تتبيل السمكه، وبالخطوه الثانيه رح نتعرف على طريقه تحضير الصلصه اللي رح نستخدمها مع السمك. هلا نحن هون رح نستخدم في تتبيل السمكه، طبعا رح ناخذ للنكهه زيت الزيتون، رح ناخذ بابريكا حمراء او كيجن مثلا ممكن تستخدمه، طبعا بشكل خفيف لانه ما بدنا البهارات انها تطغى على الصلصه اللي احنا نستخدمها، لانه احنا عنصرنا الاساسي في تتبيله السمكه اللي هي صلصه الطرخون. طبعا رح ناخذ تومه، وأيضاً رح ناخد النبتة لتتبيل
تتبيلة السمك. ورح ناخد عصير ليمون. هلا احنا يفضل حتى نكسب الوجبة الغذائية تاعتنا كل الطعم اللي احنا بدنا اياه، يفضل انه لما نتبل السمك او الدجاج او اللحمة يفضل انه بعد عملية التتبيل انه نتركه بالثلاجة، يعني بمعدل نص ساعة، بعد هيك نحن رح نشتغل فيه، لكن احنا رح نركز انه كيف نطلع الطعم الاصلي من خلال الصلصة حتى يكون معنا وقت للتحضير. هلا بالنسبة لمقادير الصلصة، طبعا بنحكي في عنا الطرخون، رح نيجي ناخد النبتة بالشكل هاد، طبعا بدنا نكون بكل الخطوات متأكدين انه يعني عملنا غسيل للوجبة، انه نظفناها من كل الشوائب من كل الامور هاي، نفرمها بالشكل هاد. طبعا بنضيف التومي، رح ناخد ايضا بندورة، طبعا عندنا زبدة، ورح ناخد ايضا زيت الزيتون. طبعا لتحضير الصلصة مثل ما تعرفنا على هاي المواد، بالخطوة الأولى نحن رح نعمل عملية سوتيه خفيفة ما بين الزبدة وزيت الزيتون والترخون والتومة والبندورة، بعد هيك رح نضيف الفريش كريم. طبعا هذا الفريش كريم مثل ما احنا هون في عنا نوعين، اللي يستخدم للحلو واللي يستخدم للطعام، طبعا هذه كريم الطعام نحن رح نستخدمها بعنصر أساسي في تحضير الصلصة. هلا بالنسبة لوجبتنا أيضا رح نحضر تشكيلة من الخضروات اللي نقدمها أيضا مع تحضير الوجبة. طبعا نحن رح نقطع الخضرة بالشكل هذا، رح نستخدم هون الكساية، ورح نستخدم أيضا البروكلي. ناخذ ايضا بندوره، وراح ننكه الخضره تاعتنا ايضا ب يعني ممكن نحكي غصن واحد بنبته الطرخون. هلا بالخطوه هاي راح نروح نحضر الوجبه تاعتنا على الغاز. طبعا احنا رح نعمل السمك، انتم بامكانكم تعملوه بالفرن، ممكن تعملوه ستيم بالفرن، وبامكانكم ايضا تعملوه على الغاز مقلى مع مثلا زيت الزيتون مع الزبده، اللي بس نعطيه استوى معين لدرجه معينه. نحن اليوم رح نشتغله على الغاز، يعني هلا بتشوفوا معنا الطريقه كامله. طبعا الاضافات الثانيه اللي راح نستخدمها في الوجبه للتزيين، راح نستخدم الكرانبري، وبامكانكم تستخدموه وبامكانكم ما تستخدموه، بس احنا بنحاول نضيف اكثر اضافات مع الوجبه حتى نعطيها يعني فوائد صحيه اكثر. طبعا ايضا للتزيين راح نستخدم الفستق الحلبي البستاشيو.
بعد هيك بنعمل بنحضر شوية خضار سوتيه، ممكن حسب رغبتكم، ممكن تستخدموا البروكلي مع الكوسايا، ممكن تستخدموا البطاطا، ممكن تستخدموا أيضا الجزر، ممكن إذا حابين تكسبوا الوجبة أكثر فائدة غذائية ممكن تستخدموا نبتة الكال. تمام، لكن نحن عنا هنا اليوم كل تفاصيل وجبتنا عن نبتة الطرخون. طبعا هلا صارت عندنا هيك الوجبه محضره وجاهزه، جهزناها على الغاز مثل ما انتم شايفين بالمقله. هلا راح ناخذ مع بعض يعني شوي بسيطه اللي ناخذ بس فكره عن طريقه التقديم. طبعا سمك الفيليه بدنا نتعامل معه شوي شوي لانه ممكن يكسر معنا. طبعا عندنا هنا الخضره ايضا صارت جاهزه. عندنا هون الصلصة اللي حضرناها من الطرخون، راح نسكبها على السمكة. وأيضا راح نحط صلصة إضافية. طبعا راح نزين الطبق بالفستق الحلبي. وراح ناخذ شويه من الكرانبري. طبعا وهيك صار طبقنا جاهز. بتمنى انها تكون وصفاتنا لليوم نالت اعجابكم، وصحتين وعافيه.